عليه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا بدي ببدأ نشكر الأخوة سكان ولاية الجلفة بما فيهم وربين أو موالين أو سكان كلهم، نشكرهم شكر جزيل على الاستضافة وعلى انشغالاتهم بهذه الفئة، ولو نقولها في بلادهم الجزائر محرومة من عدة يعني حاجات محرومة منها. نزيد الدعم كلام الحاج محمد، احنا لمجتمعنا كثر خير الولايات اللي جاوا بعيد وحملوا المشقة، الهم نتاعهم الوحيد ان دل على شيء يدل على اهتمام بهذه الثروة الحيوانية. اليوم اجتماعنا هذا جاء من اجل يعني احنا كاين وجماعة داروا اجتماعات مع الموالين، داروا في الاول في الجنة وداروا في القارة في البيض وداروا في الشرق في غول الباقي المعلم وداروا في ورقلاع، وين مش طالبوا الموالين به ما تقاطوش. كاين اللي يقول لك الموالين ما طالبوش الموالين على باش ترتفع الاسعار، الموالين طالبوا على زوج حوايج، طالبوا الاسوام تكون معقوله حتى ما تفوتش 200,000، وطالبوا باللي تكون الوفره. لماذا؟ لان نشوفوا التعاونيات، نعطيك مثل بسيط، نقولوا مثلا نقولوا الله يبارك، احنا نعتز ونفتخر بولايه جلفي لانها من اكبر الولايات في عدد الروس تاع الاقنام، هذا يعني ثروه وطنيه وهذا مكتوب لنا الجزائر. اما ولايتنا ربما تجي الثانيه ولا الثالثه على مستوى الوطن، ولايه الاغواء عندنا اللي مسجله 11,000 موال، اللي يديروا الفاليداس ويأشروا على البطاقه المهنيه 10,000 موال، كانوا دايرين ربما نقطه بيع. هذيك النقطه باه الموال يلحق على السور سبع شهور ما تلحقوش والو، عود الشيء متوفر. احنا واش طلبنا من الدوله؟ طلبنا تزيد نقاط البيع وتكون الوفره تاع الشعير، ما طلبناش باه تطلع الاسواق. اليوم يعني فاجاتنا الدوله اللي نشوفوا اسوام، واش نسمعوا ماهيش من اختصاصنا احنا، واش نسمعوا من الناس الشعير تبع البورصه يتبع يطلع ويهبط، راني نسمعوا يقولوا يا ودي الشعير راه ما يلحقش حتى 180 ولا 190 في السوق العالميه. احنا اللي نشوفوا يعني ارتفع تقريبا اكثر من النص، والله اكثر من النص، واش كان يرتفع تقريبا النص. احنا اليوم الموالين باه يعطيك مره ومرتفع من الاسوام ذي، ماناش خايفين حتى من الاسوام ذي. هذاك ستور، هذا الناس اللي راهم يجيبوا الشعير ويستوردوه، ما ينجمش يبيع لك تحت مستوى تاع الدولة، يبيع بأكثر، هذه معروفة. من كان الشعير 750 يبيعوا فيه هما 300 قريب. اليوم واش القدوة إلا تم الأسواق دي مرتفعة، الشعير غادي يولي ب 400. حنا اليوم الهمنا الوحيد وهو ماذا بينا نشوفوا مع النظام تاعنا مع الدولة، باه على الأقل تكون الأسواق معقولة، تكون الأسواق يا ودي وتكون الوفرة. حنا اليوم تقول الدولة ربما حاجة الدولة ربما تقول يا ودي راه الله غالب، رانا يعني هذه راها أزمة عالمية، ورانا كما نقولوا يعني كل يعني العالم كما راه في تقشف. حنا اليوم الحمد لله عندنا افتفادات في الثروة تاعنا، راكم تشوفوا العيد واش يبقى لكم فايض تاع الكبش الله يبارك، واش الدليل واش معناه باللي عندنا الاكتفاء الله يبارك. اللحوم رانا اللحوم الحمراء تاع الأغنام كافيين ومن أحسن اللحوم في العالم. يا خويا احنا الدولة تساعدنا، ما نقولش تخلينا، لا تساعدنا الدولة. يا خويا احنا هذا اللحوم تاعنا قادرين نصدروا اللحوم تاعنا ونجيبوا الشعير لارواحنا مثلا، كيف بصح ماشي نجيبوا حيمود منا ولاغواط وحده وجلفه وحدها وتيرت وحدها وتبسه وحدها. يا خويا اليوم احنا الحاجة اللي طالبوا بها اليوم ما نخرجوش منها ان شاء الله. الدولة ما كل ما نديروا اجتماع تقول نضموا ارواحنا، درنا الجمعيات قال نضموا ارواحكم، درنا الفيدرالية قال نضموا، درنا الخراف قال نضموا ارواحكم. احنا الحاجة اللي تفيدنا اليوم ماذا بينا إلى مش نتلاقاو اليوم عامين وثلاثة ما نشوفوش بعضنا بعض، غا كي تجيكش مشكلة. احنا ماذا بينا نديروا جمعية وطنية، لو الجمعية نديروا فيها رجال اللي يكون عندهم ثقافة وعندهم نشاط ورجال يكونوا قويين باه يحموا هذه الفئة. كي تعود عندنا جمعية وطنية وعلاها اليوم ها كاين ولاية اللي راه مسكين البارح باه يتساري واليوم راه ما لحقش. قلت لك تعود عندنا جمعية وطنية بالتليفون يتلاقاو، باينة جمعية تاعنا وطنية وتعود عندها اعتماد أغري، مين قال يا خويا مرحبا وسهلا نتلاقاو. حنا الحاجة اللي تما قال الدولة نضموا روحهم، درنا تنظيمات صح. اليوم حنا ماذا بينا نخرجوا يا خويا بجمعية وطنية، ماذا بينا ثاني كما راه سمعنا يامس الوزير غادي يستقبل جماعة العضلات الكورونا على جال يستقبلهم رئيس الحكومة. حنا ماذا بينا كي جبنا اليوم نديروا رسالة باسم الجميع
الرئيس الحكومه نتناقش معاه الرئيس تاعنا، خاطش احنا الرئيس الجمهوريه ربي شافيه راه شويه مريض ومش استقبل ياسر، احنا عندنا الحمد لله حكومه وعندنا رئيس نستقبل هاد الولايات، والا كانوا ما حضروش يكلفوا ناس قال يسحق 4 ولا 5 ولا 10 يكلفوهم، احنا كاع همناهم واحد ما عندناش شرب ولا غرب، احنا المنطقه الشعبيه مربين اللي راح يهنينا، المهم يكون مهني اللي راح يهنينا يديروا اتصال مع رئيس الحكومه ويحكي له مشاكله ويناقشوا ونتناقشوا، احنا اليوم راهم كثر خير بعض الولايات ما نقولوا كثر خير علاش يعني ضامنوا راهم قالوا ما عندوش عيب هذه الاسوام ما بهمش محتاجين وراه اكثر من الاسوام، وانما قال لك اذا دينا خلاص ما بقالناش كلام، قال لك يا ودي على الاقل راهم حابسين هذه الايامات في اقرب وقت ماذا بينا يا خويا نطلبوا من رئيس الحكومه تاعنا يدير لقاء كمنطقه سهبيه كموالي كشريحه يعني الحمد لله اللي راه عندنا عدد الرؤوس 4 عندنا 23 مليون و800 الف راس، هذه اللي راها محسيه، عندنا اللحوم الحمد لله انتفاداتي، عندنا اللي راهم عايشين في المنطقه السهبيه مباشره وغير مباشره راه حوالي 9 ملايين حتى 11 مليون كي نقولوا مباشرة هو كاسبها ولا غير مباشر، اليوم اللي راه جا من بلدي في مخروف ولا جا من شحال من مسعد راه يدي الخضرة راه ما يدي بها الموال، صباح النقل اللي عنده قال النقل راه جا من الموال من الموال، احنا ماذا بينا حاجة اللي اليوم تفيدنا وهي تكون جمعية وطنية ونعودوا منظمين، قال اخويا الدولة نظم روحك برانا منظمين، والحاجة الأخرى اللي نأكدوا عليها ماذا بينا اللقاءات اللقاءات تاعنا اللقاءات تاعنا دون نتلاقاو مرة ونقعدوا نسيم شو عندنا بعض، يا خويا احنا قال كل 3 شهور تلاقاو. معليش، قال اودي العدد ياسر، قال تلاقاو عد قويدر ولا الحاج حيموت، يا خويا كل ولاية يجي واحد باه يدير الخبر ويكفي، ورانا ثاقين في بعضنا بعض. قال على الأقل نديو لقاء جهوية، قال 5 ملايين تلاقاو منا وخمسة ويتلاقاو ذوك منهم 10. ماذا بينا احنا نتبعوا هذا في آية ودي وعلاش؟ الدولة حاشاها والخير كاين كلش كاين، العبرة فينا حنايا الموالين، قولوها بكل صراحة. لماذا؟ لأننا احنا ماناش نلقاو على حقوقنا، دولة عندها الخير، ورانا مهنيين دولة هذا الموال راه من هذا مشاكل. راه عنده الخدمة شحال عنده خدام، أولاده ما يطل أولاده ماهم شقرا ويدو في البول الحديق، يعني هذه ماذا بينا حنايا اللي نحثوا عليها وما كثرش الكلام، خاطر الناس قاعدة بالكلام، وهي جمعية وطنية واللقاءات هذه تكرر، ماناش نتلاقاو مرة ونتفرقوا، ماذا بينا حتى الحاج محمد وجماعته نديروا رزامه نعودوا وقت نتلاقاو ونشكر الجميع وبارك الله فيك. صحيح.